عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم في الصرف والتحويل هو اسم الزمان والمكان. إذن ماذا يعني اسم الزمان واسم المكان؟ سنلاحظ الجمل التالية وسنتعرف من خلالها معنى هاتين العبارتين اسم الزمان واسم المكان. الجملة هي كالتالي: اتخذه مأوى له في مصيفه. هل مأوى ومصيف فعلان أم اسمان أم حرفان؟ ما الفعلان اللذان صيغ منهما؟ على ماذا يدل مأوى ومصيف؟ ماذا نسمي كل من مأوى ومصيف؟ إذن استنتاج: يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل للدلالة على زمان أو مكان وقوعه. أولا، يصاغ اسم الزمان والمكان على صياغة وزنين اثنين إذا كان فعلهما ثلاثيا صحيحا كالتالي، أو على وزن مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل، وإذا كان مضارعه على وزن يفعل، أو إذا كان الفعل ناقصا. ثانيا، يصاغ اسم الزمان والمكان على صياغة وزنين اثنين إذا كان فعلهما ثلاثيا صحيحا كالتالي، على وزن مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل، وإذا كان الفعل مثالا. ثالثا، ويصاغ من الفعل غير الثلاثي حسب الطريقة التالية: من الفعل غير الثلاثي حسب طريقة صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي. القاعدة: يصاغ اسم الزمان والمكان للدلالة على زمان ومكان وقوع الفعل. يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي الصحيح على وزن مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، وإذا كان الفعل ناقصا. ويصاغ من الفعل الثلاثي الصحيح على وزن مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل، وإذا كان الفعل مثالا. ويصاغ من الفعل غير الثلاثي حسب طريقة صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي. التقويم: أتمم ملء الجدول التالي: الفعل، هناك أفعال في الماضي: كتب، خرج، وقف، انتهى. المطلوب هو الإتيان بمضارع هذه الأفعال واسم الزمان والمكان ووزنهما. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.